السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تلاميذ السنة الرابعة، أهلا بكم إلى حلول أنشطة النحو من دفتر نشاطات اللغة العربية صفحة 69. فعل الأمر، أكمل بفعل الأمر مناسب واضبطه بالشكل. النفايات في مكب القمامة، فعل الأمر هو الفعل الذي أمر به إنسانا، يعني أعطيه أمرا. اكتب، ارسم، اكتبي، ارسمي، ارسم، ارسموا، ارسمنا، هذا هو فعل الامر. وفعل الامر لا يصرف الا مع ضمائر مخاطب، لانني لا استطيع ان امر نفسي، انسان لا يستطيع ان يامر نفسه ولا يستطيع ان يامر شخصا غائبا عنه. فعل الامر فقط نخاطب به، يعني يصرف مع ضمائر المخاطب. النفايات في مكب النفايات، اذا ماذا نقول؟ ارمي او ارمي النفايات مكب النفايات. لاحظوا معي، اذا خاطبنا المذكر نقول له ارمي، هكذا ارمي النفايات في مكب النفايات، نكتبها هكذا ارمي. اذا خاطبنا المؤنث اعزائي التلاميذ، لاحظوا نضيف هذه الياء ارمي، فهم نضيف الياء هذه الياء للدلاله على المؤنث، بلي رانا نتحدث، نحن نتحدث مع أنثى، ارمي. وكذلك أغلب الناس وأغلب الأساتذة ربما لما يقول لك اللهم صلي، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد النبي الأمي، اكتب اللهم صلي، ما يكتبهاش هكذا، يكتبها بالياء، يضيف لها ياء في النهاية، يضيف لها ياء في النهاية، يكتبها هكذا اللهم صلي. وهذا من الخطأ الشائع في لغتنا وعند أغلب الناس سواء معلمين ولا أولياء تلاميذ، لهذا يجب علينا أن نتوخى، نقول اللهم صلي، ولا نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقط هذا للتوعية. كنا نتحدث حول المذكر المؤنث، يعني المذكر قولوا ارمي بلا من دون ياء، والمؤنث نضيف لها الياء. على نعمة الله، على نعمة البصر، ماذا نقول؟ اشكر الله، او اشكر الله على نعمة البصر. امر انسانا بان يشكر الله على نعمة البصر، اشكر الله على نعمة البصر، او اشكري الله على نعمة البصر. طاقة شمسية لأنها غير ملوثة للجو، ماذا نقول؟ استعمل أو استخدم الطاقة الشمسية، استعمل أو استعملي للمؤنث، استعمل أو استعملي للمؤنث الطاقة الشمسية لأنها غير ملوثة للجو. على الماء فهو ثروة لا تقدر بثمن، ماذا نقول؟ نخاطب مؤنث الآن، نقول حافظي على الماء فهو ثروة لا تقدر بثمن. الأسماك في موسم الصيد، ماذا نقول له؟ اصطاد، اصطاد الأسماك في موسم الصيد، اصطاد الأسماك في موسم الصيد. نصيحة للذين يسيئون للبيئة، ماذا نقول له؟ هنا نخاطب مؤنث، نقول له قدمي نصيحة. إذا خاطبنا المذكر نقول له قدم نصيحة للذين يسيئون للبيئة. التمرين الثاني، عين أفعال الأمر، اذكروا فعل الأمر، لن نخاطب به الجمع، جماعة الذكور، اذكروا. ترفعوا، هذا ليس بفعل الأمر. ساهموا، فعل الأمر نخاطب به جماعة ذكور. ادفعنا، فعل الأمر نخاطب به جماعة إناث، أنتن ادفعنا. حافظي، فعل الأمر نخاطب به مؤنث. قتصدا، فعل الأمر نخاطب به مثنى. ساعد، فعل الأمر نخاطب به مفرد مذكر. ابتسمت، لو خاطبنا لقلنا لها ابتسمي، لكن هنا ابتسمت فعل الماضي. نظفوا، فعل الأمر نخاطب به جماعة. اجعل، فعل الأمر نخاطب به مفرد. لم يكتب، هذا فعل مضارع مجزوم. إن شاء الله تكونوا فهمتم معنا درس الفعل الأمر أعزائي تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم في أمان الله.